في سياق الأزمة والأحداث برضو، الحقيقة من المواقف الإعلامية الملحوظة موقف قناة النيل للرياضة. وهنا النيل للرياضة قناة، بحسب معلوماتي إن قناة وطنية طالعة من التلفزيون المصري المملوك للدولة المدعوم بدافع الضرائب، يعني مش بتاع نادي لوحده. النيل للرياضة في معظم برامجها واخدة خط ضد ما يصدر من اللجنة الأولمبية المصرية من قرارات سلوكية، معرفش ده موافقة على الخطأ ولا احتضان للتجاوز ولا تبرير للي بيحصل. شيء غريب ان ده يكون موقف قناة وطنية. الناس لما بتتكلم على قنوات خاصة منفلتة بيتقال لك الناس بتبحث عن نسب مشاهدة، لكن ده التلفزيون المصري يا جماعة، ده التلفزيون المصري صاحب الريادة، ده اللي كان اسمه التلفزيون العربي، ما كانش بيتقال ابدا حتى التلفزيون المصري، التلفزيون العربي، لان التلفزيون كل العرب. فهل معقوله وهل منطقي وهل مقبول انه قناه من قنوات التلفزيون الوطني تقاوم قرارات صادره عن اللجنه الاولمبيه المصريه ايا كان الوضع ايه؟ ايا كان مضمون القرارات، مش ده الموضوع، لكن كمان لما تتعلق هذه القرارات باوضاع سلوكيه تبقى المصيبه اعظم. لا هو مش اللجنه الاولمبيه المصريه، ضيف بقى المعنيه صاحبه الاختصاص الاصيل. صحيح، اللي هي يعني في الدستور والقانون، القانون الجديد هي خلاص بقت اداها جهه سياديه، هي مش بتخش فيما لا يعنيها. بالظبط، كون الوضع ده مش عاجب الناس غيروه بالقانون. بالظبط، لكن طالما ان القانون هو حاططها في هذا المكان يبقى كيف تتلقى الانتقادات؟ الزميله العزيزه الا اذا خالفت القانون. العزيزه سهى ابراهيم مذيعه في النيل للرياضه من أصحاب المواقف المنضبطة بخلاف بقية البرامج، يعني أنا في غنى عن تعديد المسألة، لكن سهى إبراهيم كانت تستضيف الزميل صبحي عبد السلام الناقد الرياضي في الكرة والملاعب، والراجل مش عاجبه أي حاجة صادرة عن النادي الأهلي، هذا رأيه لأنه صحفي بيعبر عن وجهات نظره. لكن كمان لما استضافت على التليفون الأستاذ شريف العريان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية او سكرتير عام اللجنه، لا الاستاذ صبحي ما انت عارف انه زملكاوي جميل يعني. طبعا قال لها افريقيا تحتاج ابطال جدد، يعني نعمل ايه يعني، نخلص يعني من الاهلي يعني ولا الحل يعني 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 خلاص يا عم، اول اغسطس عايز يكسب البطوله يقول لك لا افريقيا تحتاج ابطال جدد، ماشي لا حول الله يا رب. وسهى يعني حتى سهى ابراهيم في الحوار كان يعني هي افريقيا كلفته ان يدافع عن بدل ما يقف مع ناديه الوطني نادي البلد يقول لا عايزه ابطال جدد، دي امنيتك انت مش افريقيا، افريقيا عايزه الاقوى. ويتقال اصل اللجنه الاولمبيه بتجامل الاهلي، يعني اللجنه الاولمبيه تاخد قرارات ضد الزمالك او ضد رئيس الزمالك لاسباب كلكم شايفينها، ما اعرفش ايه. على فكره الاهلي مش في الموضوع خالص خالص، لكن ده الاصل ده مجامله للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بلايحته راح للجنه الاولمبيه علشان مش عارف ما يروح فين مين. ما هو لازم طب يروح فين؟ يروح قهوه في امبابه ولا يروح فين؟ شريف العريان دافع عن كده في قناه النيل للرياضه مع سهى ابراهيم، نشوفه. انا عايز افكر سعادتك والجماهير بالاتي. اول صدام للجنه الاولمبيه المصريه خلاص ودخول في مشادة واضحه خلاص اوكي لجهه خرقت القانون كان النادي الاهلي بالظبط، تذكروا في وقت مجلس المهندس محمود طاهر والجمعيه العموميه بالظبط الاهلي صم بيعملها على مين، قالوا يا جماعه ده مش مظبوط لو سمحت غير، قال لا مش هغير، دخلنا في هذا الصدام وقفنا وقفه واتلغت الجمعيه العموميه يا فندم، اتلغت ورفع قضيه في مركز التسويه ويخسرها تمام، وطلعنا ان احنا كنا مظبوطين. الناس بتنسى بس خلاص احنا ما احنا مش مع الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي، احنا مع القانون تمام، ايا كان القانون احنا هننفذه وهنقف معاه الى اخره. عايز مركز التسويه اللي احنا بنتهم ان احنا مسيطرين عليه تمام، انا عايز اقول لحضرتك احنا اكتر من نص الاواض اللي اللجنه الاولمبيه طرف فيها خسرناها، وبنحترم القانون ونفذناه، ولو كان الدفع لو كان في غرامه اتحطت دفعناها تمام. احنا يا جماعه بنقول ادي اصول القانون عندنا بتقول كذا تمام، قالت الكلام ده غلط تمام، فاحنا مش احنا خلاص مش هنعتمده.
احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، ويعني اسفين على الاطاله، لكن كان تليفون مهم جدا وضحنا من خلاله كتير من الامور الحقيقه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بس هو حته اللي كان نفسي يشرحها ان لجنه التحكيم تابعه للجنه الاولمبيه المصريه. هو الكاس، ما هو انت لما بتشتكي في المحكمه الدوليه هي تبع اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي بتحاول عليها البتاع، هي تبعها بس هي ما لهاش صلاحيات عليها. ايوه، يعني في فرق بين انها تبقى تبعي وليها صلاحيات عليها. هي اداريا تبعك لكن فنيا مالكش علاقه بيها خالص. بالعكس، هو قال لك شريف العلان قال لك اكتر من نص يعني القضايا اللي نظرتهم مركز التسويق خسرناها. لما نحب نهاجم حاجه ولا تقربوا الصلاه باستمرار. ما علينا، الوضع كله على بعضه الفتره اللي فاتت، ارجو الفتره اللي جايه اللي انا شايف بيها. عشان كده انا مبسوط من لغه الخطاب ليه النهارده، ان ابتدينا ناخد خطوه اهو. والرد هيبقى محترم، واللي انت تعودت مع الاهلي قلت له انا عملت لك 1-2-3 او عملت الرياضه المصريه او الكره المصريه، فالاهلي قال لك طب خلاص انا مقدر ان وقتك ضيق، هنلعب بحكام دوليين مصريين. هذا هو التعاون المطلوب. لما استشعر انك محترمني وعايز تناقشني بشكل موضوعي هقبل منك اي حاجه، انما تتجاهل كل كلامي وعافيه ما ينفعش.